أولا السلام عليكم. سبحان الله، كنت نشوف الفيديو تاع إلقاء القبض في المغرب على الناس، بحال اللي يقولوا يخمروا ويدخنوا مش عارف ذاك. يا للعجائب والغرائب، يا للعجائب والغرائب. أسد علي ونعامة في الحروب، يعني حكومات توعنا، يعني لما يكون شخص فقير يحبوا يظهروه للعالم أنهم يحاربوا في الفساد، ولكن الناس اللي مسؤولين كبار وهم اللي مولدين هذا الفساد، حتى أحد لا يجرؤ أن حتى مجرد الكلام عليهم. دعيك من أن يقبل عليهم. هذه حالتنا اليوم، وأنا كي يبقى في الحال كما يقولوا خاوتنا الغاربة على الظلم اللي ولد بناتنا وولادنا، مساكين يتجرب أعراضهم من أجل لقمة العيش والاضطهاد. وبمناسبة الكلام حبيت أدخل الموضوع في موضوع الناس اللي يتكلموا على النساء المساكين اللي يروحوا يبيعوا أنفسهم لأسباب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وشيء مؤسف وكي يطحن القلب، وكي يطحن قلب المؤمن العربي الأصيل. حتى وإن بعدت المسافات والأقطار، ولكن اللي قربنا إلى بعض هو الدم، الدين والدم. ويؤسفني أن ترى بنت مسكينة الهواء تقول بلي الشي اللي جرني لذاك الطريق هو الله غالب ملحقناش، وأنا هذا الشي كنحس به صح، لأنه المرأة مسكينة ضعيفة مهما كان الأمر، خاصة إذا كان مرأة غير ما عندها مستوى اللي ربما تمسك به عمل، وتا ذاك العمل ربما غير موجود سواء كان بسيط. فالحل الوحيد هو أن الشيطان يلعب بسبب ضعف الإيمان وجهلا بالدين، والطريق المفتوح لذلك من طرف النظام الفاسد، كل الأنظمة الفساد. ويوم القيامة رب سبحانه وتعالى يساوي حسبون في الدنيا قبل الآخرة، وما ربك بظلام للعبيد يرونه بعيدا ونراه قريب. هل يعقل في بلاد المسلمين عدنا نساء يبيعن أنفسهن؟ أين حكامنا من هذا الشيء؟ إذا كانوا يستطيعون أن يشترون الفيلات والقصور وإلى ما شابه ذلك، وما يستطيعون ولا يستطيعون أن يجعلوا ميزانية خاصة إلى الناس على الأقل الأرملات، هذا يعني على الأقل من باب الرجولة كما نقول احنا، يعملوا لهم ميزانية خاصة للناس المحتاجات، خاصة البنات أقصد بهذا خصوصيا. ما تقوليش كاين الناس من بعد يحبوا يتلاعبوا، هذه ليست حجة أن تأتي بفكرة أن تساعد بها المحتاجين، لأن الإنسان اللي يريد أن يخاضع الحكم فهم أوائل في ذلك، اللي راهم خاضعين شعوبهم ومصين الدم.
تسيبهم يتباهاو ويقول لك بنينا كذا وبنينا، يا اخي تبني لي فيلا ولا تبني لي قصر وتبني لي طريق ومش عارف تهذاك، وانت يا بنتك ما صايبه بس تتعشى وتاكل وتروح تبيع نفسها، ايهما افضل ايهما اولى؟ الى هذا المستوى الفكر الدنيء وصلنا له، الفكر الدنيء. يا تسيب المليارات تصرف على اشياء ربما المواطن البسيط ما يحلم حتى يشوفها ولا يمر عليها بعينيه. واقول لك احنا ورانا بني نذيس لك، الا بنيت ليش ما تبنيش الاخلاق؟ ابني الاخلاق، لو تبني الاخلاق وتحارب الظلم والفساد. الا قلت لي بنيت قصر ولا نقول لك صح تبارك الله فيك. صح، لما تبني الشخص تبني العقلية تبني الاخلاق تبني الاحترام للبنات. ولا تبغوا هذا لبناتكم انتوما؟ وريني اي بنت وزير ولا بنت كذا ولا كذا سمع عنها يوما ما انها محتاجة الى فلوس وذهبت باعت نفسها. ما يحدث هذا الشيء، لانك ما تجي تقول لي انت. كان بعض الائمة يمروا على التلفاز ويشرقوا فمهم بلا ما يعرفوا حال الحقيقية عن الناس المحتاجين، هذا يقول لك ما كاش منها المرأة تروح تبيع نفسها الا هي كانت باغية ذاك الشيء. نقول لك انا تكذب. والائمة هذو هم ائمة السوء يوم القيامة، ربي يحاسبكم، ما عندكمش خبرة في الحياة. لو كان مريتوا وشفتوا هذا الناس ما تحلوا فمكم، تحلوا فمكم غير الشيء اللي تطيقوا عليه انتم الائمة هذو، تهضروا غير الناس اللي ما عندهم ما غادي يعملوكم. هدر على الحاكم، هدر على الحاكم، لماذا انتم حكام مسؤولين على الشعب تديرون دوائر ادارات من اجل تحقيق مصالح الامة؟ لماذا لم تحققوا ذلك؟ فقط قول هذا الكلام، ما انا محتاجين منك تقول شرع الله الى اخره، فقط قول هذا الكلام. والله حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا قلبي راه يبكي، قلبي يبكي لما نسمع اي مرأة عربية مسلمة تبيع نفسها. ما تقوليش هذا الشيء راه صاري غير في المغرب، حتى في الجزائر، حتى في تونس، حتى في ليبيا، في كل هذه البلدان. ليش 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 مرأة حرة خلقها ربي باش تعيش بعزة وكرامة يدفعها مسكينة الفقر، ما تسيب حتى شخص يوقف جنبها؟ والحكام كلهم يتلاعبوا في أموال الناس، كل يوم في مطار نازلين طالعين وحاطين يديروا اللي يعملوا في الصفقات، يقول لك أنا وكذا وكذا. خافوا ربكم وحشموا، وانتم الناس اللي تمدحوا هذا الملوك وتمدحوا هذا الرؤساء وتمدحوا هذا الشياطين الإنس. ثاني انتم هم اللي كم صانعين هذا الشيء، تعطوا للناس ما لا يستحقون من تزكية، والظاهر يعكس ذلك. والله قلبي يحرقني لما نشوف مرأة مسكينة تبهدل، سواء كانت تخمر ولا كذا، لأن الحكم الظالم هو اللي قاد هذا الشيء، قاد وفتح ذا الباب إلى هذا البنات مساكين ضايعات دينيا ودنيويا. وأين المفر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يؤسفني 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 كثيرا أن أرى ما يجري في بلاد الجار وفي بلادي وفي كل البلدان. عيب وعار، عيب وعار. ندعي ربي هذا الرسالة تصل إلى قلوب الحية حتى تنشرها في سبيل الله، وإلى هؤلاء الذين لا يريدون أن يسمعون الحق، كما قال الإمام علي رضي الله عنه، كلما بالرغم من أن أهل الحق سكتوا عن الحق فظن أهل الباطل أنهم على حق. أنا خاصة أوجه هذا الأئمة الذين لا يتكلمون يوما ما على ما يجري، خاصة في هذا الموضوع بالذات، البنات الذين يبيعن أنفسهن. تكلموا على الحق يا شياطين الإنس، علماء السوء. ربي يخلص منكم إن شاء الله. السلام عليكم.